وينضم إلي عبر الهواء مباشرة مراسلنا إلى السكرة خليل البرغثي. خليل، مرحبا بك، ولو تحدثني عن تفاصيل المظاهرات اليوم. نعم، نسمع ورحب بك وبالدقة السادة المشاهدين. شهدت بلدية سوكرة منذ أيام العديد من البيانات التي ترفض التدخل التركي في الشأن الليبي، وكذلك تستهجن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول استرداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وأيضا رفضهم للاتفاقية الموقعة من قبل أو بين السراج وأردوغان وإرسال قوة بحرية إلى الشواطئ زوارة ومصراتة، وكذلك مؤكدين على دعمهم على محدود القوات المسلحة العربية لحربها على الإرهاب من أجل تطهير كافة ربوع الوطن من براثن الإرهاب والإرهابيين والميليشيات المسلحة الإجرامية التي عرفت في الأرض فسادا ونهبت أموال الليبيين. كذلك شهدنا انتشار واسع لأفراد مديرية أمن سوكرة على المداخل ومخارج المدينة استعدادا لأي طارئ لتنفيذ لأوامر وزارة الداخلية التي جاءت بالأمس ليلا لاتخاذ كافة الإجراءات والأخذ الحيطة الحاضرة لكافة العناصر الأمنية. بالمجمل المواطنون يرفضون التدخل التركي الصاخر في الشأن الليبي ويستهجنون هذا الأمر ويمددون به ويطالبون القوات المسلحة العربية باتخاذ كافة الإجراءات حيال هذا التدخل والضرب بيد حديد لكل من سول نفسه المساس بالأراضي الليبية أو التدخل في الشأن الليبي الداخلي. نعم، مراسلنا من بلدية توكرا خليل البرغثي تابعي عبر الهواء مباشرة من توكرا، شكرا لك.